سيارات كلاسيكية، bienvenido a La Habana. شواطئ تركوازية. Hablar de la playa de Varadero, un destino emblema de la isla cubana. Cigar. Teñir cómo terminarás tu puro. Estos acá tienen una terminación clásica. Se llama terminación de sombrero, cierre de sombrero. Bienvenido a Cuba. بلد ثوار. Patria o muerte. ساحة التحرير، بلاصة ريفولوسيون. كان هنا فيديل كاسترو كيخطف الناس 3 سوايع 4 سوايع. كمية ديال الشعب اللي كانت هنايا تفوق المليون. Miles de cubanos vestidos de blanco llenaron la plaza de la Revolución de La Habana durante el concierto Paz sin Fronteras que el músico tenía. Ladies and gentlemen, for your own safety, all of them. نقولوا بسم الله أطول رحلة غادي يقوم بها إن شاء الله. غلقتونا هنايا في مطار باراخاس مدريد باتجاهنا للهافانا العاصمة ديال كوبا. دايرين بأن مدة الرحلة تقريبا تقدر توصل 12 ساعة. Bienvenidos a Cuba. في رحلاتي عادة وفي أي بلد كنوصل له كنقلب على كل ما هو تاريخي من آثار ومعالم، ولكن الرحلة هذه سبيسيال غتعيشوا معايا فيها خمسينات القرن الماضي. لا هافانا. دوكا نمشيو نحيدوا علينا هاد اللبسة نضربوا الحطة باش نهبطوا نكتشفوا هافانا. كيف جيتكم دركا؟ نتوكلوا على الله ونمشيو نكتشفوا هافانا. Mi nombre es Juan Antonio Arteaga, natural de aquí de La Habana, descendiente de españoles. Ana Siri, Ana Siri, Ana Siri. Este es el viejo centro recreativo de Asturias, España. Hoy es el Palacio Bellas Artes de Arte Internacional. Sí, me encanta cómo son los edificios, ¿eh? Muy antiguos. El Capitolio de La Habana es del 20 de mayo del 29. Está laminado en puro oro 22 en la torre y la estatua que está dentro que representa la diosa Minerva, que está basada en la diosa Minerva que representa la República de Cuba. Perdón. Ajá. Es el más famoso creo que aquí en La Habana, ¿no? Ajá. Y cada uno de los lugares en La Habana. هلا علام ماشي زعما راسك خطرة وحدة خطرة وحدة تغيل بارك في 2023 واليوم رانا في 1950. إلا ماركة ديال الكوتش هشتا ديك دي كي موديلو كي انيو؟ ان كرايلي 57 امبريال. دي كي بايس دي كي فابريكا؟ امريكانو. امريكانو نو؟ كرايلي امبريال امريكانو 57 امبريال. موتشوس انيوس ايه؟ 68. ماكش خدامي بالي والله. El único barrio chino que no tiene chino. Ah, ese barrio chino. Sí, la historia cuenta que los chinos salieron. قال لك هذا حي ديال الشينوا، قال لك الحي الوحيد اللي ما فيهش الشينوا، وسميته حي الشينوا ولكن ما فيهش الشينوا. اللي باغي ياخذ تجربة باش انه يرجع سنين اللور عليه بهافانا. هي المدينة الوحيدة اللي تقدر تعطي هذا الإحساس. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Aquí qué hay? La Real Fábrica de Tabaco Romeo Julieta. Ah, aquí venden los tabacos, ¿no? Sí. أنا في كيبيعوا ال في كيبيعوا السيجار. كيما هذا الحديد هو هذا راكم تشوفوا ماشي قديم. هنا على ما أظن ما غاش يخليونا نقراو ما غاش يخليونا نصور. شفت واحد الفيديو من قبل وقالوا بأن اللي كتدخل هذه البلايص بحال هذو ما كيخليكمش تصوروا. غادي نشوف إلا كان عندنا شي زهر. Esto es un coiba, dos Romeo y Julieta. Este no veo bien, pero bueno, ahí son ofertas. Ah, no podemos, ¿no? No podemos, ¿no?
país y que lo hagamos. Genial, vale. Dale, mira. كيف ما قلت لكم منعوا التصوير كنا كنصوروا دروك الجهه ديال السيجار قالت لك نو ما تقدروش تصوروا دروك غادي نرجعوا لسيارتنا الجميله تحت التحرير بلاصه ريفولوسيون كان هنا في ديال كاسترو كان كيخطف الناس 3 السوايع 4 السوايع الكميه ديال الشعب اللي كانت هنايا كانت فوق المليون وكيف ما كتشوفوا بزاف المباني هنايا معلقين عليهم صور وهنا عاوتاني مناضل اخر الاسم ديالو سيم فويو بدات امريكا بفرض عقوبات على كوبا سنه 1960 ولكن قبل هذا التاريخ كانت كوبا متحالفه مع الولايات المتحده الامريكيه وكان كيقودها الديكتاتور باتيستا فشنو وقع حتى تفرضت عليها عقوبات وحصار؟ الجواب هو ثورة فيدل كاسترو والأخ ديالو وكذلك كان معهم واحد من أشهر رموز الثورة في العالم تشي كيبارا هنا غيولي فيدل كاسترو هو رئيس الحكومة الجديد وغيدعموا الاتحاد السوفيتي واللي كان أكبر عدو لأمريكا السوفيات ما غيكونش الدعم ديالهم غير سياسي فقط بل غينشئوا قاعدة صواريخ واللي غتكون فيها تهديد خطير للولايات المتحدة الأمريكية وهنا الرعب غيحبس أنفاس العالم 13 اليوم حيث أمريكان والسوفيات ممكن يدخلوا في حرب نووية ولكن جات رسالة من السوفيات باللي غيحيدوا دوك الصواريخ ومن ذاك الوقت وكوبا في حصار شي اللي خلاها تدخل في أزمة اقتصادية خانقة إلى يومنا هذا فبمجرد تجول وسط شوارعها غتلاحظ وكأن الزمن هنا توقف في ستينات القرن الماضي هذو هنا بعض الأسلحة اللي استعملهم فيدل كاسترو والأخ ديالو تشيكيبارا الوقت اللي داروا فيها الثورة على باتيستا باتيستا هو اللي كان حاكم هنايا كوبا كان شوية ديكتاتور فهما داروا عليه انقلاب أو بما يسمى الثورة فبهذه الأسلحة البسيطة كيف ما كتشوفوا قاموا ديك الثورة بقى إلى يومنا هذا Benjamin de Cuba. Bienvenido a Cuba. Marroco, se pone fútbol. Fútbol, ¿no? Mundial. Magnífico. Poco de fútbol. Pero Marroco se juega bien, ¿no? Sí, se bon. Muchas gracias. نتجول وسط أحياء كوبا العتيقة. Los islámicos no comen cerdo. No, nosotros no comemos cerdo. Pollo, cordero. Aquí en Habana, sí, en este restaurante también hay cordero. دوك لقيتونا نقلبوا هنايا على شي بلاصه يبيعوا فيها الماء عطشنا ديال بصح هنايا المحلات اللي كيبيعوا الماء كيبيعوا الاكل وداك الشيء قالوا له بزاف نطلبوا الله نلقاو شي واحد قريب حيت واحد العطشان لقاش الجو هنايا صراحه الجو شويه فيه رطوبه عاليه هي تقريبا درجه الحراره غير شي 28 ولا ولكن الرطوبه هنايا عاليه بزاف قرعه ديال الماء ب 200 بيسو اس بيسو نو ميتين دي بيسو يا بيسو نو 200 بيسو ميتين نو ميتين العربي ميتين ان عربي سابي تامين على حتى العربي Hola chicos, mi nombre es Giancarlo Quindelán, soy guía turístico, pero ante todo soy cubano. Es importante que ustedes sepan que a pesar de lo que ustedes ven en sus provincias, en sus países, Latinoamérica en sí es un continente sobre todo muy seguro y muy lindo. Pueden ver esto. Lo mejor que tienen nuestros países, además de la cultura, es su gente. Somos gente muy humilde, somos gente con ganas de poder enseñarles a ustedes todo lo que tenemos. Consideramos sobre todo que lo más importante es la cuestión de la similaridad. En qué somos similares y no en qué somos distintos. وبرغم الحصار الاقتصادي اللي كيعيش الشعب الكوبي والمشاكل اللي كيواجهها بشكل يومي وخا هكذا الناس هنا كتستمتع بأبسط تفاصيل الحياة وكتعيش كيف ما كنقولوا نهار بنهارو غتلقى راسك مرحب بك في وسطهم وديما مستقبلينك بابتسامتهم الكبيره الخارجه من القلب هاد الشعب العظيم وبرغم الازمه الاقتصاديه اللي كيعيشها واللي ما منعتوش باش يحافظ على الامن ديالو وامن اي سائح زار بلادو
فنسبة الجرائم هنايا قليلة وقليلة بزاف مقارنة بدول أخرى أغنى من كوبا بطبيعة الحال. فالسر وراء هذا الشيء بالنسبة لي هو التعليم، فالتعليم هنا بالمجان، والمعروف على الإنسان المتعلم أنه كيكون في أغلب الأوقات راقي في تعامله وبعيد عن الفوضى. ومن فوق هذا الشيء كامل الناس هنا كتبغي بعضها البعض وكتلقاهم يتعاونوا في أي حاجة فيها مصلحة الجميع. وهادو أهم الأسباب اللي خلت الشعب الكوبي يبقى صامت في وجه الأزمة إلى يومنا هذا. ومن بين الحويجات اللي تقدر ديرهم هنايا كي تجي لكوبا تجي معك شويه الحليوات لوليدات الصغار. صراحه هنا الناس كيعيشوا ازمه خانقه اقتصاديه بطبيعه الحال، عندهم مشكل كبير من ناحيه الزيت الدقيق كاع هاد المواد اللي حنا كتجينا عاديه متوفره، هما هنايا كيلقاو مشاكل كبيره باش انهم يحصلوا عليها. فما بالكم بحلوه بسيطه بحال هذه اللي حنايا في البلاد عندنا عاديه هنايا نادره باش انك تلقاها. هذا هذا ثانك يو سو ماتش. اه ثانك يو ويلكم. هاد السيده اللي شفتها دركي كانت شافتني نعطي لها واحد البنيه صغيره واحد الحلوه، هي جات عندي مسكينه قصدتني قالت لي الا عندك شي حلوه تما يعطيهاني البنيه ديالي باش تشوفوا الحوايج فين واصله. اه طام قلت او نو ده نادا اوترا هذا طام ده نادا. بدا الجوع ينخر جسدي، دوكا لقيتوني كنقلب على شي مكان نقدر ناكل فيه يكون حلال بطبيعه الحال وفي نفس الوقت نجربوا اكل كوبي. فنصحوني قالوا لي روح المدينه القديمه اللي احنا فيها دركا. وصلنا هذا هو اللي نعتوا لنا مكتوبه هنايا كوميدا كوبانا حلال حلال بالعربيه وتحت منها دايرين 100% حلال. هلا وصلنا هنايا المطعم قدموا لنا هذه جوج مشروبات، هذا ديال غوايابا وهذا ديال المانجو. نستناو درك الاكل يجي. اي حاجه اخرى بالنسبه للفلوس راهم في يدي، بزاف الناس هنايا غادي يجيو وما غاديش يعرفوا الصرف شحال داير. اول حاجه بعدا ننصحكم انكم تصرفوا في السوق السوداء حيت لا بونك هنايا ما كيعطيو والو كيف ما اغلبيه البلدان. فالسوق السوداء صراحه الثمن كان مناسب، اور واحد كيدير 200 يبدا 200 بيسو حتى 250. فانا كنت صرفت هنايا ب 240 بيسو، صراحه كنصرف مزيان. والاوراق النقديه كتكون بحال هكذا بحال هذه 500 تقريبا دوكا 500، كاين ورقه ديال 20 كاين ورقه ديال 200 ديال 100. فالا جيتو هنايا ضروري 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 تجيب معك هي الاورو يا الدولار وحده من هاد العملات، من غير هاد العملات هادو ما كتعرفوش بها بالاخص الاورو. الاورو كيفضلوا اكثر من الدولار. بلاصه طرا باتا دانو اسوس بلاتانو رافيد كاش بلاتانو ا بلاتانو السلطه ديال الناس ديال كوبا. هنا سيدي افوكا، هذا الخيار هنايا، سلطه في الوسط، وهذا هنا البلاطانو اول مره غادي نجربه في حياتي. بسكالو ريجين تشيلندرون دي كارنيرو. سياما تشيلندرون دي كارنيرو تشيلندرون اي كي تيني كارنيرو كوردرو كوردرو اي كي ماس نو اسو تيني كون سيبويا سالسا دي مالي. هذا عاوتاني طبق من الاطباق ديال كوبا. سون بونياتوس فريتو الله عليك الشاريتو بونياتو فريتو مورو اي كريستيانوس اي كومو سي ياما اس اروز كون فريجولي موروس اي كريستيانوس مورو اي كريستيانوس اي كومو سي ياما بايا نومبري بوركي استا ال اوترو موي باريسيدو بيرو ال فريجول اس ماس كلارو اس كومو كارميليتا اس سي ياما كون غريس كون غريس بروهيتشو غراتيس. انتونسيس استوس سون سون بلاتوس تيبيكوس دي كوبا حلال. ايش هو الماس امبورتانتي؟ بسم الله. بسم الله بارك الله فيك شكرا. بسم الله باش غادي نبدي درك باش غادي نبدي بوحده بعد عمري ما كليتها في حياتي اللي هو البنان مقلي. البنان مقلي تقريبا امريكا اللاتينيه كامله مشاركه فيه، اغلبيتهم ولا كاملين نقدروا نقولوا كيديروا هاد لي بلاطوش بحال هادو. زوينه هو حلو بزاف. هذا بلا عاوتاني معروف هنايا مشهور كيسميوه موروس كريستيانوس. ما تشوفوا فيه الروز وهذا الله يعطيهم الصحة ما شاء الله بنين ديال بصح. الطعم ديالو مختلف على الرز العادي. طبق اخر هذا كيفما قلنا قبيله اللحم
الصلصه ديالو هنايا بالفلفل البصله. اول مره في حياتي ناكل لحم كوبي ولا لحم ديال امريكا اللاتينيه. الله يعطيهم الصحه ما شاء الله. ما شاء الله ديالهم صراحه الحوت ديال المدينه زين، ولكن نصحوني باش انني ناكل الحوت ديال البحر ان شاء الله. في هذه الايام هذه ان شاء الله نمشيو لبارادايرو، واحد من اشهر البحور اللي كاينين هنايا في كوبا، ما غادي نجربوا الحوت على اصوله. الله على راحه، الحمد لله كلينا شبعنا الله يخلف. المحل كيف ما كتشوفوا هو هذا، جاي هنايا في السونتر ديال كوبا الشعبيه ديالها، هو الوحيد اللي كان هنايا. اجيو وسولوا على مطعم حلال غادي يديوكم ليه. بابانا هنايا عندك بزاف ديال الوسائل ديال النقل. صباح ركبنا في ديك الطوموبيل الكلاسيكيه، مورا مشينا في البيكالا كما شفتوا، دروك راه حنايا في الكوكو تاكسي. هذه هنايا مشهوره بزاف. سبق لي ركبت في واحد توك توك في مصر، داكشي علاش راه جايني بحالو. غير هي في مصر كيديروا ديك الاغاني الشعبيه، داكشي افو انا يبان لي داكشي عندهم كالم، لكن نفضل كالم احسن. هذا هو المسجد هنايا الوحيد اللي كاين هنايا في هافانا. جينا ان شاء الله باش نصليو ان شاء الله العصر، وفي نفس الوقت نشوفوا كي داير الداخل ونتعرفوا على المسلمين ديال كوبا. بقاش قالوا لي بان كاين بزاف ديال الناس هنايا كوبيين معتنقين الاسلام. بوانو لا كومونيتا مسلمان ان كوبا استا كادا كريسيندو ماس، اي اكي اس ال اونيكو لوغار ان كوبا دوند سي رياليزا توديا ال رمضان. انتونسيس انتريسانته بوركي سي بيان nos hay personas que no lo entienden porque lo que se recibe del musulmán es lo que se ve en las películas occidentales. Yo me leí el Corán y es para mí de las religiones más bonitas que hay. Gracias. Por el trato hacia las mujeres, por el trato hacia la familia. Sí, donde sí. donde está prohibida la muerte. Cuando uno habla o piensa del Estado Islámico y se lee el Corán, se da cuenta que no tiene nada que ver. Eso sí. No tiene eso nada que, incluso te das cuenta de que muchas veces es muy feo decirlo, pero Occidente, sobre todo Estados Unidos, ha tratado de demonizar la cultura musulmana para entonces poder justificar todas las guerras que hay en el Medio Oriente en contra del terrorismo. Eso sí. MashaAllah. Allah yaz el Islam y los musulmanes. ¿Qué dicen que este masjid es de la Saudi? الله أكبر. الله أكبر. إيش لوني كونو؟ لوني كاميت كيتا كي كاين كوبا. كوبا انتر؟ Sí, porque además son mesala. Ah, son como garajes. Sí, entiende que entró más chiquita que estuve, pero bueno, esta es la más. Se piensa hacer una. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy amable, encantado. Bueno, sí. Tengo una oferta que, por ejemplo, doy 3 cuadritos, pero te doy 3 imanes. Todo eso sale por $5. Vale. 6 cositas por $5. Sí. 6 cositas. Gil Cuba. ما تاخذ شي حاجه من هذا الشيء هذا، ما درت والو. خاطر انا غادي ناخذ وحده ديال تشيكي بارا. 3 بنتويتي 3 ايمان. فوالا. هذه عجبتني بزاف عاوتاني. اي دوله كنمشي لها خصني ندي شي ذكار بحال هذا كيتصف في الثلاجه. مورينا لا موتشيلا اخرى. نو نو بيكينيا برا الموتشيلا. شيكيتيكا نو. Compra, como han hecho otro cliente, compra la E, le quita la S y ya se lo pone. Eso es como un. Eso es los países que tú has visitado. Ah, sí. Ya, mire, es una idea que eso lo han hecho otra gente. Eso está cocido. Compra E, te cuesta barato, le quita eso y ya se la pone ahí. Como tú quieras. Vale. ¿Cuánto sale ese? Mira, salen 5. 5 يورو 5 دولار. الصباح حنا ندورو واش غادي نقول لك، عطشنا ديال بصح. يبان لي هذا كيبيع هنايا كوكو، نمشيو ان شاء الله نجربو عنده المشروب الرسمي ديال الناس ديال هافانا. وناس
¿Qué tal? ¿Este qué es? Coco. Coco, ¿no? Por eso. ¿Y esta? Es el coco con cáscara. Ah, entero. Uh-huh. ¿Y esta? Igual. Ah, entonces todo igual. Todo coco. Vale. Dame una, voy a probarla. A ver cómo sale. Oye, coco, coco, coco. Ay, eso. Muchas gracias. La 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 la, sí, ¿verdad? Es verdad, en playa. Bismillah. Wow. Wow, wow, wow. ما هذا الجمال؟ كي جاكم السويت؟ هذا هو اللي خدينا هنا في هافانا. لا 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 هادشي زوين هادشي. لا هو هذاك عندي ما يتسال نقاوة ضرورية بيان. نشوفو دركا أحسن ما كاين أحسن ما كاين أحسن ما كاين. أوه يا سلام، شوف النار من اللي طل على الكابيتوليو من الأحياء الشعبية ديال هافانا. إيوي بالنسبة للثمن، تخيلوا معايا الثمن ديالو شحال. شوفوا الموقع، النظافة، الكبر قداش. الثمن ديالو سيادنا 40 الاورو، 400 درهم تقريبا. لا غلا على مسكين، ودار لنا هنايا حتى التلسكوب. حاضر، الا كان مارش كون بحالنا. رجعنا للوطيل، بدلنا حوايجنا على امل اننا نمشيو نضربو دور نشوفو الغروب. ولك راكو تشوفو الجو كينقلب خطره وحده. الجو الاستوائي هو هذا، ولكن ما فيها باس. غادي نمشيو لواحد البلاصه اخرى هنايا مشهوره، الاسم ديالها كاستيو ديال مورو. كنا فتنا عليها الصباح الى عقلتو بالطوموبيل كلاسيكيه جاي على البحر، فغادي نرجعوا لها دركا كيقولوا عليها بالليل تكون حاجه مزيانه. والان سوف ننطلق الى كاستيو ديال مورو. داكشي كلشي كلاسيكي. هذه سياره اخرى عاوتاني، كان قالنا بشي 3500 بيسو، قول واحد 15 اورو. ايوا تفاهمنا معاه ب 2500، حيدنا ديك الألف، حيدنا ديك 5 اورو تقريبا ولا 6 اورو. مغربي الشطارة ضروري، حتى هما كتشطروا باش نزدركم بالبال. راه ما تجيوش ديك الفكرة ديال تمام فيكس ولا، أنا غير الشطارة قال عليهم قلبهم. بغيت تشري أي حاجة هنايا ضروري تشطر، بغيت تركب أي وسيلة من المواصلات تاهي نفس الشيء. طوباسات بطبيعة الحال، طوباسات والكيران هادو أمور حكومية، ولكن طاكسيات بحال هكذا مملوكة ناس عادية فهادو ضروري تشطر معاهم، سينو غادي تضربك اللودي. طلعنا لهاد البلاصة هادي باش نستمتعوا بهذا المنظر الرائع. شوفوا سبحان الله كي داير، حسيت عندها واحد الجو بحال الإسكندرية في مصر. نمشيو دركا ان شاء الله ناخذ التيكي باش نحضروا العرض. العرض بقات له شي 10 دقائق. كيف ديجا نهار الطارد بشخ، كان عندنا العقل واحد 45 دقيقه باش نكونوا قدامهم ليه.
عاود نتمنى يكون الفلوق ديالي يمكن عجبكم. حاولت ما امكن كنقولها ونعاودها، حاولت ما امكن انني نقدم لكم صوره من الواقع. نتمنى نكون وفيت، باقي ان شاء الله بزاف المدن هنايا في كوبا نغطيوها ان شاء الله كيف العاده. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، الناس ديال الاشتراك ديال لي لايك بلا ما نوصيكم، وكيف العاده نتلاقاو في فيديو جديد، تبقاو على خير.